معانا هنا دي فليب فلوب بيتسمى الداتا فليب فلوب. ليه بيتسمى داتا؟ عشان هو بيحفظ اللي داخل لي. لو داخل لي واحد بيطلع واحد، داخل لي زيرو بيطلع زيرو. الدي فليب فلوب هو عباره عن الاس ار فليب فلوب، الفرق اني وصلت الطرفين ببعض ولكن حطيت في النص نوت. فباجي الاس بخليه دي وبوصله بالار لكن من خلال نوت. كده بقى ده دي فليب فلوب اللي هو داتا فليب فلوب. لو داخل لي زيرو طبعا لازم يكون في كلوك، لان احنا قلنا الفليب فلوب بيشتغل من خلال كلوك. طول ما معايا كلوك لو الدي بزيرو يطلع لي زيرو، لو الدي بواحد يطلع لي واحد. عشان كده اتسمى داتا فليب فلوب، لان هو بيحفظ الداتا بيطلع لي الاوتبوت زي الانبوت بالظبط. داخل لي زيرو يطلع زيرو، داخل لي واحد يطلع واحد. ده شكل البلوك بتاع الدي فليب فلوب. ادي الدي الطرف الوحيد للانبوت، ادي كلوك، ادي اللي انا عايزه، وده مقلوبه.